أهلا بكم وإلى أخبار الولايات الاقتصادية. أكدت غرفة المصدرين والمستوردين بولاية شمال كردفان استعدادها وجاهزيتها لتصدير الصمغ العربي إلى الأسواق الأمريكية عقب رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان. وقال الأستاذ يوسف محمد أحمد حبيب الأمين العام للغرفة أن هناك رغبات كثيرة من هذه الأسواق لاستيراد الصمغ، خاصة صمغ الهشاب والطلحة. وأشار حبيبي إلى أن الصمغ الكردفاني يتمتع بشهرة واسعة في الأسواق العالمية المختلفة، وذلك لما يتمتع به من ميزات تفضيلية، منوها إلى أن الولاية ليست لها مصانع لتصنيع المنتجات الصمغية كالبودرة الرذاذية، داعيا الشركات الوطنية والأجنبية لإقامة مثل هذه المشاريع التصنيعية للاستفادة من القيمة المضافة للصمغ العربي. وأوضح الأمين العام للغرفة أن هناك حاجة ماسة لخلق علاقة تجارية مع الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق العالمية لترويج المنتجات السودانية المختلفة. وجه والي النيل الأزرق حسين ياسين حمد خلال زيارته لمحلية ود الماحي يرافقه عددا من أعضاء حكومته للوقوف على المشروعات العامة، وجه بإكمال مشروعات الطرق والجسور بالمحلية، وتفقد عددا من المشاريع التنموية في المنطقة. بدوره قدم معتمد محلية ود الماحي مهندس محمد عمر خبير شرحا متكاملا حول سير العمل بالمشروعات التنموية بالمحلية بالتركيز على إيجاد المعالجات الجذرية لمشكلة المياه، مؤكدا التزام المحلية بتذليل للعقبات كافة التي تواجه العمل بالمشروعات التنموية بالمحلية. تم توفيق اتفاق لاستثمار مشروع المسرة البساط الزراعي بمحلية الشرق سنار بمساحة 48 ألف فدان قابلة للزيادة، وذلك بين الإدارة العامة للاستثمار بالولاية وشركة ليو البريطانية للخدمات الزراعية بحضور وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية دكتور بهاء الدين أحمد الحاج. وألزم الاتفاق الشركة بتأهيل نظم الري في المشروع ومعالجة موقع البيارة الرئيسية في البساطة وتحسين نظم الري وكهربتها وتشغيلها، بالإضافة إلى تأهيل الترعة الرئيسية والفرعية والقنوات والكباري ومنظمات الري والتحكم لإنسياب الري لكافة مساحة المشروع. شهدت ولاية غرب دارفور نشاطا مكثفا من الأجهزة الاقتصادية الاتحادية والولائية بشأن إكمال الترتيبات الخاصة بانطلاقات العمل في النقطة التجارية السودانية فرع غرب دارفور، حيث شمل النشاط اجتماعات مكثفة بين الوفد المركزي والإداري المختص بوزارة المالية والاقتصاد. وأبان الدكتور الهادي محمد آدم وزير المالية والاقتصاد بالولاية خلال مخاطبته ندوة أن الولاية تعد المستفيد الحقيقي من إنشاء النقطة التجارية السودانية لما لها من مقومات طبيعية وموارد بشرية. كشفت حكومة ولاية غرب دارفور عن انطلاقة الموسم الشتوي الحالي بعد انتهاء الموسم الصيفي الذي حقق إنتاجية عالية هذا الموسم. وكشف والي الولاية فضل المولى الهجة في تصريح للسوداني 24 أن ولايته مولت عمليات الموسم الشتوي لتوفير الخضروات والبصل ومحصولات شتوية وعلاف حيوانية. ولفت الهجة إلى أن ولايته تحقق اكتفاء ذاتيا من الخضروات والبصل وتقوم بتصدير الفائض منها لمدن تشادية متاخمة لمدن ولايته، وتوقع إنتاجية عالية للموسم الشتوي بالتزامن مع استقرار الأوضاع الأمنية وانخفاض معدلات الجريمة بصورة كبيرة. وتعمل غرب دارفور على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والبصل بتصدير الفائض منها لمدن شادية متاخمة لمدن الولاية وسط توقعات إنتاجية عالية للموسم الشتوي بالتزامن مع استقرار الأوضاع الأمنية وانخفاض معدلات الجريمة بصورة كبيرة. بدأت معظم مناطق دارفور التعافي من أثر الحرب رويدا رويدا لتكسب عافية الإنتاج في الإقليم الذي عرف بالموارد الزراعية الضخمة. فمدن ولاية غرب دارفور التي تتوسطها العاصمة الجنينة وتمتد لتشمل مدينتي كلبس وسرف عمرة تنشط في عمليات حصاد الموسم الشتوي لعدد من المحصولات المتنوعة، وإن بدا ذلك غريبا على البعض لمناطق تواجه عدم استقرار الأوضاع الأمنية في السابق، وبدأ الآن حصاد محاصيل مهمة في موسم الشتاء الحالي على رأسها الخضروات التي تعمل الحكومة على تصديرها لعدد من المدن التشادية. فمحصول مهم مثل البصل يندر في الفترة السابقة أن يتوفر بكمية تحقق الاكتفاء الذاتي، بات الآن من محاصيل الصادر لأرياف وقرى غرب دارفور. وتتمتع الولاية المعروفة بحاضرتها دارندوكا بمحاصيل علف حيوانية
تتم زراعتها في مناطق واسعة وتستفيد منها الثروة الحيوانية الغنية بالإنتاج هي الأخرى. وعزى والي الولاية فضل المولى الهجة الصحوة الإنتاجية لنجاح برنامج مجتمعي أطلقته الولاية مؤخرا يهدف لاستقرار الأوضاع ورتق النسيج الاجتماعي، عرف بالمبادرة المجتمعية، فضلا عن انحسار معدلات الجريمة، مما ولد حالة من الاستقرار لدى قطاعات المزارعين ودفعها للإنتاج في الحقول. ولمزيد من التوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف والي ولاية غرب دارفور فضل المولى الهجة، أهلا بك. عليكم السلام والتحية عبركم لكل المشاهدين. مباشرة، كيف تقيمون الإنتاج لهذا الموسم، خاصة أن نجاحا كبيرا تحقق في معظم المناطق بالبلاد؟ نحن حقيقة نحييكم أولا ونقول أن ولاية غرب دارفور خرجت من الموسم الصيفي بفضل الله تعالى بموسم ناجح، ودخلنا الآن الموسم الشتوي، وتمت زراعة البرسيم وزراعة البصل والخضروات المختلفة، لذلك الولاية الآن مكتفية ذاتيا من كل هذه الخضروات، بل الآن تصدر إلى المدن التشادية المتاخمة بالنسبة لنا على طول الشريط الحدودي في مدن كلبس وصليعة وتندلتي وبيضة وفوربرانا وهبيلة ومستري، وكل هذه المدن هي مدن تجاور الجانب التشادي. لذلك نحن نقول أننا بفضل الله تعالى وباستقرار الأحوال والأوضاع الأمنية في الولاية مكنت عدد كبير ولأول مرة من إخواننا المزارعين يزرعون مساحات مغدرة، وحقيقة الناس اتجهوا نحو الزراعة بشكل ممتاز جدا، والإنتاج البستاني كذلك، وده لأن المياه متوفرة في ولاية غرب دارفور خاصة حول الأودية مثل وادي كجا وغيره من الأودية المختلفة. وبفضل الله تعالى نحن الآن أطلقنا ومنذ أكثر من شهرين المبادرة المجتمعية للتعايش السلمي تحت شعار أمن تعايش تنمية. بفضل الله تعالى الآن كل قيادات المجتمع عندها رغبة في التعايش، كل القطاعات الآن نزلوا مع بعض يبشرون بالمبادرة وبالتعايش السلمي وبرضغ النسيج الاجتماعي. لذلك أقول لكم أن ولاية غرب دارفور في أفضل حالاتها بفضل الله سبحانه وتعالى، تعايشا سلميا واستقرارا أمنيا وانخفاضا واضحا في سجلات الشرطة للجريمة، بل تشهد كل يوم الولاية عدد من جلسات رضغ النسيج الاجتماعي والتصالح وتجاوز آثار المحض إلى مرحلة جديدة مثل حبة التعليم التي نحن الآن دشنا فيها بناء 300 فصل بفضل الله تعالى، بناء 300 فصل لإصلاح التعليم وترتيب أوضاع التعليم على مستوى الولاية، فضلا عن النواحي التنموية المختلفة. أكاد أجزم أقول أنه الآن الناس اتجهوا نحو الزراعة بصورة ممتازة جدا، اتجهوا نحو الاستعداد في الموسم الموسم حصاد الموالح والجانب البستاني بشكل ممتاز جدا، خاصة المانجو والجوافة والقريب الآن اللي بتشهد الولاية أيضا بإذن الله تعالى. نعم الأستاذ فضل المولى الهجة، المعادلة الاقتصادية دائما ترجح الإنتاج مقابل الاستقرار، لكن ولايتكم طالما عانت من عمليات التفلت، كيف يبدو وضع الإنتاج الآن؟ وأنت تحدثت عن التعايش السلمي وفصلت لنا المنتجات، كيف يبدو وضع الإنتاج الآن وحجمه؟ والله وضع الإنتاج الآن، أولا نحن مكتفين ذاتيا بفضل الله تعالى من الخضر ومن البرسيم بصورة ممتازة جدا، بل البرسيم يمكن أنه في الذي أسس للمستقبل أنه يمكن أن نصدره، فضلا عن المحصول البصل اللي بتشهد عدد من المحليات خاصة محلية الجنينة ومحلية سربة بصورة ممتازة جدا، ومحلية هبيلة وعدد من المحليات ومحلية بيضة، فضلا عن الموز في كرينك وفي أرارا. كل هذه المحاصيل والمنتجات نحن نقول أن هذا العام يعتبر يعني عام تأسيسي بالنسبة لي، خاصة للخضر والفاكهة، خاصة وأنه الآن يدخل فيها التمويل البنكي بإذن الله سبحانه وتعالى في إطار التمويل الأصغر والأسر المنتجة. عندنا الآن مؤسسة التمويل الأصغر ومؤسسة التمويل الأصغر للشباب
وعدد من المؤسسات الأخرى فضلا عن البنوك هي الآن تمول في عمليات الموسم الشتوي إن شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. بدأ غريبا للبعض أن تنتج ولايتكم محصولات شتوية رغم أنها من مناطق الإنتاج المطرية، لأي مدى تحقق هذه المحاصيل إنتاجية؟ والله المحاصيل الآن تأسس تأسيس ممتاز جدا وإنتاجيتها عالية جدا، خاصة وأن معظم الخضروات التي تنتج هي يعني خضروات طبيعية مدخلت فيها الأسمدة أصلا، ولذلك هي مثل الطماطم ومثل البصل ومثل الخضروات المختلفة، كل هذه الآن يعني إنتاج طبيعي، ويبدو الإنتاج الطبيعي الآن عالميا مرغوب ومفضل، وخاصة نحن عندنا مطار الشهيد صبيرة يمكن في الأعوام المقبلة تزيد المساحات مع ازدياد نسبة الأمن وتوفر الآن. نعم. تزيد المساحات مع زيادة التمويل مع الاستقرار الأمني، يمكن أن الولاية تصبح رائدة في المستقبل بإذن الله تعالى. نعم. ما مدى اهتمامكم بقطاع مهم مثل البساتين والجروف التي تنتشر في الريف لتحقيق اكتفاء ذاتي في مناطق بدأت تتعافى من الحرب؟ أول حاجة ولاية غربي دارفور ما اتجهت نحو أي منطقة إلا وجدت عدد كبير من الجناين. نعم. وعدد كبير من أشجار المانج المعمرة. نعم. لذلك نحن الآن في إطار الإنتاج المشروع الإنتاج الحيواني والبستاني نزع إلى تلطين 10 مليون شتلة في ولاية غرب دارفور من المانجو والجليب والبرتغال إن شاء الله سبحانه وتعالى. اتفقنا مع البنك الزراعي ومع عدد من الشركات، وقعنا مع عقودات أننا الآن يمولون بهذه الشتول وبغروض ميسرة وتمويل ميسر للمزارعين عشان أن ننعش هذا القطاع ويعود إلى سيرته الأولى إن شاء الله بإذن الله تعالى. فضل المولى الهجة والي ولاية غرب دارفور، شكرا لك وتضيف معنا عبر خط الهاتف الحدث الاقتصادي. شكرا جزيلا. وننتقل عقب الفاصل لمناقشة قضية اليوم.